منور الدنيا استاذ زكي. ربنا يخليك السامع. بعض الناس او كثير من الناس زي ما هدير قالت اختلط عليها الامر او مش فاهمين يعني ايه الحوار الوطني. فانا عايز اسال حضرتك احنا محتاجين ايه بالظبط من الحوار الوطني؟ لان في خلط دلوقتي ما بين طب هم المجموعه بتوع الحوار الوطني دول ايه الفرق ما بينهم ما بين مجلس الشيوخ وما بين مجلس النواب يعني؟ فاحنا عايزين نعرف بالتحديد ايه المطلوب منه. طيب هذا سؤال عظيم للغايه يعني، وهو الناس بتجو بتساله طول الوقت وبتساله ان احنا على السوشيال ميديا وبتساله لما بنقابلهم في الشارع وبتسالنا واحنا معاهم في المحافظات. واظن احنا لدينا اوجه استفاده عظيمه للغايه من الحوار الوطني. الحوار الوطني في البدايه هو دعوه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ابريل 2022 ان الناس اللي شايفه مسارات الدوله اللي احنا شغالين فيها دي فيها بعض الامور اللي ممكن نعدل فيها، بعض الامور والافكار الابداعيه اللي الدوله مش واخده بالها منها، ان احنا نجمع عقول العقول دي ونقعد مع بعض ونعمل مائده ونتكلم فيها عشان نوصل لمكتسب حقيقي نقدر ندعم بيه مكتسبات الدوله الحاليه. يعني الدوله مثلا شغاله في صحه وتعليم وتامين صحي وبنيه تحتيه، فالناس تيجي تقول لا طب احنا ما كنا اشتغلنا في الحته دي، طب احنا كنا اشتغلنا في الحته دي، عشان الناس بتقول وبتتكلم. سياده الرئيس بيسمعهم وهو بيتابعهم في السوشيال ميديا وبيتابعهم في لقاءاته المعلنه واللقاءات غير المعلنه. اللي هو سيادته دايما بيقول حتى عنها ان انا ممكن ابقى ماشي في الشارع لوحدي او بطلع بسيارتي وهكذا، وقالها في كذا لقاء. فهو سيادته عشان سمع هذا الامر فقال طالما المساحه موجوده يبقى احنا نوجد بعض المفكرين وبعض الموجودين في المجتمع المصري سواء اعلاميين سياسيين نخبه من المجتمع المصري يقعدوا مع بعض بالظبط يمثلوا هذه الاطياف اللي تقدر تسمع من الناس، يقعدوا ويسموها مبادره حوار وطني، يقعدوا مع الناس عشان يسمعوا منهم. طيب عشان لما يسمعوا منهم ايه الفكره او الاختلاف ما بينه وبين مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومؤسسات الدوله الرسميه. مؤسسات الدوله الرسميه قائمه بدورها بالفعل في الاطار العام للدوله اللي تم تكوينه في العشر سنين اللي فاتوا مع الجمهوريه الجديده وفلسفه ورؤيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان عنده رؤيه ان احنا ازاي نعمل ونشتغل ونقفز على الوقت ونقفز على فكر حتى التحديات والمعوقات عشان نعمل كل حاجه، وكانت المؤسسات الوطنيه ومنها مجلس النواب ومجلس الشيوخ شغالين في هذا الاطار. لكن مع الوقت ربما يكون كنا احنا محتاجين الصوره الاخرى او التنوع الاخر اللي الناس دايما مثلا يقول لك احنا مش موجودين مع الدوله في هذه الصوره، احنا مش مع الدوله في هذه القصه. فاحنا قلنا لا طب ليه احنا طالما احنا مقبلين على امر متعلق بروسيا واوكرانيا متعلق بالحدود الملتهبه مع ان مجلس الشيوخ ومجلس النواب دول ممثلين للشعب بالفعل ولديهم يعني نخبه عظيمه للغايه ونخبه تحترم من اساتذه الجامعات والخبراء والمتخصصين في كافه المجالات، لكن الحوار الوطني لا يتعارض معهم. الحوار الوطني هو بيضع رؤيه في الاول والاخر هتروح للاتجاهين الرئيسيين، الرئيس اما هيودي هذه القرارات للحكومه عشان ننفذها او تروح لمجلس النواب ومجلس الشيوخ عشان يصدر تشريعات مكمله.